وفاة الشاعر جوبان القواس. كان من أذكياء عصره، لم يكن يعرف الخط ولا النحو، لكنه كتب خطا فاق به أشهر الخطاطين. كتب في أبواب الشعر كالهجاء والوصف والغزل، واتسم هجاؤه بالسخرية اللاذعة الذكية، ومن ذلك قوله في التهكم على الصوفيين وطريقتهم في النظم، فقال: مت في عشقي ومعشوقي أنا، ففؤادي من فراقي في عنا، غبت عني فمتى أجمعني، أنا من وجد مني في فنا. أيها السامع، تدري ما الذي قلت؟ والله ولا أدري.